ذات موقع سيدي بوزيد في ريادة الترتيب وطنيا من حيث عدد أصول الزيتون ومن حيث الإنتاج، لذلك من المتوقع أن يبلغ إنتاجها هذا الموسم 190 ألف طن من زيتون الزيت. الانتاج نتاعها معناها 21% من الانتاج شو اسمه من الانتاج الوطني، معناها وهذا الكل جاي من السقوي، بعد تالي تجي معاه قفصه والقروان وكذلك شو اسمه السقابس، وان شاء الله حتى تطاوين بدات تاخذ غرس جديده. اما سيدي بوزيد والقروان هم ولوا في المراتب الاولى، فاتوا صفاقس فاتوا الساحل، خاطر كله معناها ولا كله سقوي، وهذا احنا تمشيوا فيه معناها مش توسعوا فيه اكثر. نقولوا باهي ان شاء الله متوسطه، اللي عنده ماء عنده شويه زيتون، اللي ما عندوش ماء زيتون ويبس بكل صراحه يابس حطب. اللي عنده شويه ماء وعارف كاش يتصرف كاش يجيب شويه معناها يدبر يعمل بير يعمل كذا بالسيف، راهو من جهده الخاص راهو ماهوش معناها ما سماش تدعيم. صابة الزيتون بسيدي بوزيد متأتية بالأساس من المساحات السقوية، لذلك يرى مجموعة من فلاحي الجهة أن هذه الصابة كانت نتيجة جهد كبير، خاصة في ظل الشح المائي والتغيرات المناخية التي تعرفها البلاد. سيدي بوزيد معروفة بالإنتاج متاعها، خصوصا الإنتاج متاع المناطق السقوية، وإحنا اللي يهمنا في المناطق السقوية أنه نتحكموا في مياه الري باش نجموا نعملوا مساحات أكثر من الزيتون، ونجموا نتقع توسعات من الزيتون في المنطقة. وعملت وزارة الفلاحة على تكريس جملة من الاستعدادات لهذا الموسم، خاصة في ظل تزايد الطلب العالمي على الزيت. الطلب على الزيت على المستوى العالمي كبير برشا، ما عندناش مخزونات كبيرة في العالم، الأسعار مش تكون معناها كبيرة شوية معناها على مستوى الطلبات الخارجية، لذا احنا عملنا على هذا، بتعرفوا هذا قطاع كله تصديري، معناها باش ندخلوا اكثر من ما يمكن من العمله الصعبه. وزاره الفلاحه معناها كما قلت عملت مجهودات كبيره مع كل المتداخلين، كسوا الفلاحه كسوا اصحاب المعاصر وكذلك المصدرين، باش الحاجه الاولانيه هو كيفاش نلموا الصعبه ونحافظوا على الجوده. وفيما يتعلق بأسعار زيت الزيتون لهذا الموسم، فهي وفق الديوان الوطني للزيت محكومة بقاعدة العرض والطلب وما تقتضيه الأسواق العالمية. كل الناس كل على علم أن الأسعار هي أسعار تتحكم فيها قاعدة الطلب والعرض والطلب، دونك وهي الأسعار زادة أسعار عالمية لأنه فما سوق عالمية، والأسواق السوق العالمية هذه فيها نسبة كبيرة من السوق الإسبانية اللي هي تمثل فيها 40%، ولذا معناها الأسعار متاعنا تقريبا تبع الأسعار اللي موجودة في إسبانيا. وتقدر صابة الزيتون لهذا العام بالبلاد التونسية في حدود 1,200,000 طن، أي ما يعادل تقريبا 215,000 طن من الزيت، حيث تقدر مشاركة ولاية سيدي بوزيد في الإنتاج الوطني بنسبة 21%.